هنتكلم القاهرة ويمكن كمان السويس بالليل 13، فكده أكيد إحنا خلاص شتاء، فأكيد لازم ناخد بالنا. بس نعرف برضو كده تفاصيل أكتر من دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتور صباح الخير على حضرتك في البداية. اهلا بحضراتكم وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك، وفي الاول طبعا مبروك علينا جميعا، وانا عارفه ان حضرتك اهلاوي برضو. وتاني حاجه عايزه بقى اطمن الناس النهارده الجو ايه، هل في امطار؟ يعني برضو خلينا نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر، ونهتم كمان بالسويس عشان الماتش. اتفضل يا دكتور. طبعا في البدايه احب ابارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الكبير العظيم ببطوله افريقيا المره التاسعه، وان شاء الله عقبال العشرة وال11 وال12 باذن الله. طبعا احنا بنطمن كل الجمهور المتابع مباريات الاهلي في السويس النهارده. الاجواء مستقره تماما خلال فترات النهار وفترات الليل، ما فيش فرص سقوط امطار ولا حاجه، الجو مستقر وخريفي ممتع جدا على مدار اليوم، ولكن فترات الليل ما فيش كلام، درجات الحراره تنخفض، وكلنا بنشهد هذه الانخفاضات في درجات الحراره على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه. درجات الحراره تتراوح من 13 ل 14 درجه مئويه في مدن القناه وبالتحديد في السويس. فطبعا اللي بيكون موجود هناك واللي راجع متاخر هيحاول بقدر الامكان ارتداء الملابس الشتويه، وحتى الاطفال يجب عليهم ارتداء ملابس شتويه لمصطحب اطفال معاه، ارتداء ملابس شتويه في هذه الاوقات لعدم الاصابه طبعا بنزله البرد وتشابه اعراضها مع اعراض كورونا. فبنحاول على قد ما نقدر نبعد عن نزله البرد خلال هذه الفتره. احنا لما بنجح بنقلق والله العظيم. طبعا بقينا يعني اللي بيحصل دلوقتي الناس بتروح بصاله مش كويس. والله في اوقات الواحد بيبقى عايز يكح وبيمسك نفسه. فين ايام يا دكتور لما كان الواحد يعطس في اللي جنبك يقول لك يرحمكم الله؟ دلوقتي لما حد بيعطس يتقال لك روح يا شيخ وحاجات زي كده. فيعني ربنا يعفي عننا يا رب جميعا ان شاء الله. امين يا رب. اتفضل يا فندم. المره اللي فاتت يا دكتور لما كنت حضرتك معانا بعدها تقريبا بساعتين بعد المكالمه وبعد انتهاء البرنامج، كان في بقى السيول اللي حصلت، والجو بصراحه انا كان عاجبني يعني. بس طمنا، هل هيحصل حاجه زي كده النهارده والايام اللي جايه؟ لا لا ان شاء الله الجو النهارده مستقر والايام اللي جايه في استقرار. فرص الامطار على السواحل الشماليه كسواء كانت سلوم، مطروح، اسكندريه، رشيد، بلطيم، مناطق رفح العريش، امطار خفيفه خالص الى متوسطه احيانا، ولكنها غير مؤثره على كافه الانشطه اليوميه بالنسبه لمدن القناه. زي ما ذكرت لحضرتك ما فيش فرص سقوط امطار في هذه المناطق خالص. الاجواء مستقره، شبوره طبعا موجوده بالليل متاخر بعد الفجر وبتستمر معانا لغايه الساعه 6 7 صباحا. في خاصه على الطرق القريبه من المسطحات المائيه وعلى الطرق الزراعيه، بخلاف كده الاجواء مستقره ودرجات الحراره حول المعدلات زي ما ذكرت. على فكره ده خبر بالنسبه لي حزين. بحب المطر. يعني بالنسبه لي بالعكس، انا احب المره اللي فاتت احنا انبسطنا جدا. ما اعرفش في ناس يعني انا من الناس دي واعتقد كريم برضو. بس على كل حال احنا كويس ان اطمنا منك دكتور محمود. شكرا ليك جدا دكتور محمود شاهين. شكرا يا فندم.